بوجه هيك كلمة صغيرة لهالأطفال، نحن فكرنا أنه نحن عم ندخل فرحة عقلوبكن لو أن صغيرة كتير، بس عن جد أنتوا اللي دخلتوا فرحة كتير كبيرة عقلوبنا كلنا. ميلاد مجيد وعام سعيد، كل سنة وانتم بألف خير. نحن اليوم مبسوطين جينا شاركنا بهيدي الفرحة الكبيرة، وبقول لكل الأولاد يلي هن عمل هيدا العيد لإلهم، اللي هن بحاجة لنلتفت لفتة بسيطة لإلهم، إن شاء الله هالعيد يمروا عليكم بالخير وتكونوا شاطرين. نحن هون بأسواق بيروت ناطرين كل الأولاد لحتى نحتفل معهم بكريسماس وراس السنة، وكتير مبسوطين لأنه في كتير كادويات وفي كتير أولاد اليوم رح كتير ينبسطوا. طبعا بهاليوم نحن حبينا هيك نرجع صغار شوي، ويا ريت نضل صغار، وحتى هيك نحضن الاولاد مثل ما اهلنا حضنونا نحن وصغار. هذا احلى شيء ممكن تقدمه للولد، انه تحضنه وتقدم له العطف. انا مني وعلي بعيد مع اولادي كاني ولد. نحن ما بنوقف لعب لانه بنكبر، نحن منكبر لأنه منوقف لعب. كل عيد وأنتوا بخير، وتضلكن أطفال بقلوبكن. بتمنى لكم عيد ميلاد مجيد، وإن شاء الله تكون هالأعياد خير وبركة على الكل. بتمنى دايماً نحافظ على هالفرح بقلوبكن، وخاصة للأطفال. حافظوا على الفرح لأنه ما رح يبقى لنا شيء من هالدنيا إلا البسمة. ونوال هو بيجي كل سنة تيذكرنا أنه الحياة لازم نعيشها بكل طاقتنا، ما نوفر مساعدة للآخرين. خلي يكون عيد الميلاد عيد المشاركة. طلب مني أنه أجيب هدية لأولادي بيشبهوا الملايكة. لما طلعت بوجوههم شفت النعمة اللي حاملينها، هيك حسيت انه هيدي هي الهديه لإلي بهالمناسبه. انا عن جد بتشكركم كثير لانه سمحتوا لي هالفرصه انه اكون موجوده اليوم معكم، وانه حس بالمعنى الحقيقي للعيد. Here I stand alone with this weight upon my heart and it will not go away. اولا بهالمناسبة الحلوة هي عيد الميلاد، هذا العيد عيد المحبة، عيد السلام، عيد التسامح. نتمنى بهالعيد هيدا تكون ولادة السيد المسيح هي عنوان للمحبة وللتسامح، وخصوصا هالمبادرة اللي عم بتقوم فيها الـ LBCI. And still this question keeps on spinning in my mind. من نوصل رسالة إنه للأطفال اللي جايين نعطيهم الهدايا، إنه شو ما بدهم نحن حدهم، جايين نحن نعطيهم هذا الشيء، وما يحسوا إنه لحالهم ولا يحسوا إنه هن مختلفين عنا، نحن حاسين فيهم، وهذا كل شيء نحن. كتير بشع ينام ببي بلا كادو على نوال او اي طفل. حلو كتير واحد ياخذ هديته، وحلو يحلم، حلو يطمح، حلو يتمنى ويحصل على اللي بده اياه. اللبنانيه يمكن كتار كمان بحاجه لهدايا، كبار او صغار كانوا. بدنا الامن، بدنا الاستقرار والسلام، هيدا للكبار. وعلى صعيد الاطفال ان شاء الله ولا طفل الا وبيزوروا بابا نوال. جويو نوال اتس. الحقيقة أنا كثير مبسوط اليوم بوجودي اليوم معكم مع الـ LBCI لحتى نحتفل مع أطفال عيد بعيد الميلاد، وما بدنا ولا طفل يبكي. خليكم عم تضحكوا لأنه الحياة ما بتستاهل إلا الفرحة. أول شيء الفكرة كان في لنا دعوة، والتلاميذ السنة الماضية جربوا وحبوا،
والهدف من هالمجلة هون هي انه نحس باجواء العيد ونشارك كل الناس اللي ما عم تقدر تفرح انه تفرح. وبتمنى للال بي سي تستمر بهالنشاطات وميري كريسمس. الميلاد هو انه نفكر بغيرنا، نفكر بكل شخص محتاج حد منا. إله الكون لما قرر انه يزور هالارض زارها بشكل متواضع وزارها بمزود، كرمال هيك كرمال يعلمنا التواضع والفقر والمحبه. بهالعيد المجيد نحب نعيد كل الاطفال اللي ما عندها سقف فوق راسها، كل الاطفال البردين اليوم، كل الاطفال اللي ما عندها حدا يهتم فيها. بحب اقول بس للولاد انه يا ريت نحن كنا بنرجع اطفال مثلكم، قلبنا مليء بالسلام والفرح. بتمنى انه جيست صغير من حالة واحد منا يقدر يوصلكم الفرحة يلي انتم بتتمنوها، وان شاء الله يا رب تكون هيدي السنة سنة خير علينا وعليكم يا رب. جوي نويل، بتمنى انه عيد الميلاد يحمل السلام والامان للبنان، للوطن العربي ولكل العالم. بتمنى انه كل الاطفال بلبنان ببلدنا يكونوا عم بيعيدوا بسلام، وتكون السنة الجديدة 2014 حاملة كل أمنيات المحبة والأمان لكل العالم. بتمنى انه هالهدايا اللي رح يتوزعوا على كل الاطفال يزرعوا الفرحه بقلوبهم. بتمنى انه بهالميلاد، بتمنى يكون ميلاد مجيد على كل اللبنانيين، الله ما يترك ولا فقير ولا طفل من دون اهله. بدي اقول ميرسي اكيد للال بي سي اللي دايما بكل سنه بتفكر بلفتي، وهالمره اكيد كانت للولاد صغار. ميري كريسمس، وان شاء الله هيدي السنه تكون احلى واحلى. جينا اليوم لنشارك معكم بنوال ونقول لكم انه نوال مش بس بالسابان والكادويات وبالديكوراسيون، نوال هو بالمغاره. نحن بكل كادو جبناه حبينا نحط هيدي المغاره والدفى تبعها بقلب كل ولد بحاجه لدفى بقلبه بقلب بيته. ان شاء الله هيدا الكادو يسعد كميه معدوده من الاولاد قد ما قدرنا نساعد سهمنا. وجوي نوال للكل، وميرسي لكل واحد. شعارنا السنة نحن للصليان سونور دو جوا، للصليون زارعوا الفرح. حبينا اليوم بهالزيارة على مغارة بيروت نجي نزرع الفرح بقلب طلاب بقلب أولاد، حتى لو ما كنا بنعرفهم، حتى لهم وليد المسيح هللويا. إن شاء الله كل عيد وأنتم بخير.
اللي عم نجرب نعمله اليوم هو انه قد ما فينا ما نخلي شيء يوقف قدام كل هالولاد يلي بحاجه لانه يعيدوا. الميلاد هو فرح، والفرح مش حكر على حدا. أنا هون لأنه بمبادرة مثل هاي بنقدر نزرع فرحة بقلوب كتير أولاد، لأنه هني بيستاهلوا أكتر ناس يعيشوا العيد ويفرحوا. نحن موجودين بالLBCI International حتى نجمع أكثر من 12 ألف هدية ل 12 ألف شخص. هيدا هو معنى العيد الحقيقي. عيد الميلاد مش بس زينة، مش بس أنه نروح نشتري أغراض لألنا وللناس اللي منعرفهم. كتير حلو أنه نفكر بالناس اللي ما منعرفهم، يلي فعلا ما عندهم حدا يشاركهم فرحتهم. الهدية هي عبارة عن رسالة محبة ورسالة بسمة لهالولد اللي ممكن هالهدية تغير له معنى العيد كله. الميلاد ما بيكتمل إذا في طفل بعده حزين أو تعيس أو وحيد. بهالمناسبة المجيدة قوى الأمن الداخلي، مؤسسة قوى الأمن الداخلي بتعيد جميع المواطنين، بتخص بالذكر الأطفال وخاصة أطفال المؤلمين والمعذبين. ونحن قوى الأمن الداخلي بتقلن نحن حدهم وعم نفكر فيهم ليقدروا يعيشوا بالأمل ويحلموا بحياة أفضل. أنا بعرف إنه بهالسهرة في كتير أغاني، في شجر مزين، فرحة العيد. بعرف إنه في الآلاف منهم بفرحة، كتار بالأحزان. أنا بالأعياد اسمحوا لي أنا وياكم نفكر فيهم. واجبنا مش بس نفكر فيهم، واجبنا نعمل تيكون ظروفهم أحسن. فإن شاء الله بنعاد عليكم دائما بالفرح. من هني الLBCI على هالخطوة المهمة ومنشجعها تكفي بهالمسار. وهيدا التعاون بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات القطاع الخاص بتخفيف الألام كثير من الناس اللي ما عم بيطلع لهم هدايا. عيد سعيد وكل سنة وانتم بخير. جيت مع بي لنعيد الميلاد، وهو بالنسبة لي عيد كتير مهم لأنه بيجمع اللبنانيين كلهم، وهو فرصة لتوثيق العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. احنا اليوم جينا كتار تنشارك فرحة هالعيد مع الأولاد يلي فقدوا أهلهم. بدنا نرسم لهم بسمة على شفافهم ونخليهم يتسلوا بالكادو اللي جبنا لهم إياه. Here I stand alone with this weight upon my heart. نحن جينا نشارككم بهالنشاط الكثير حلو اللي عم تعمله الLBCI كل سنة. حتى لو قدرنا نعطي بسمة صغيرة لولد من أصل كتير أولاد ما عم بحسوا بمعنى العيد. فإدارة، موظفين وتلاميذ، حبينا نشارككم بهيدا النشاط ومن قلكم يعطيكم ألف عافية وخليكم بهالهم. بتمنى لكل لبنان السلام، بتمنى المحبة تفوت على قلوبنا وعبيوتنا، المحبة يلي عم نفقدها.
بمجتمعنا. بتمنى هالمحبة تبلش منا وتنتقل لشخص آخر وللمجتمع وللبنان كله. ميلاد المسيح هو ميلاد العطاء وميلاد المحبة. بتمنى هالميلاد يكون ميلاد حقيقي لكل واحد منا. ينعاد عليكم. نحن على طول بمدارسنا بنعلم تلاميذنا على الاسبري فانسانسيان، مثل ما علمنا مر منصور نوقف حد الفقير ونشوف المحتاج، وهيك عملوا تلاميذنا. كل واحد جمع مصاري من مصاري خاصة واشترى كادو تيساعد رفقاته اللي انحرموا فرحة العيد. مرسي كتير. للولاد يلي عم يوصلوا من هالكادويات بدي قلكن ان انتو أبطال. هالكادو رح تفرح لكم قلبكم، بس ضلوا حاطين ببالكم إنه أنتو كمان فيكم تعطوا كادو منكم لحدا يمكن كمان عباله إنه قلبه يفرح مثلكم. أنا بتمنى لكم أعياد كتير حلوة، وللإل بي سي فكرة أكتر من رائعة، وبفتكر هيدا الشيء اللي نحن بحاجة لإله، نعرف إنه قيمة العيد إنه نتشاركه مع الناس اللي منحبهم. وقت اللي بتوصل لهون بتعرف انه بلشت تدق اجراس العيد، مثل ما الجبال ما ممكن تصير بيضة الا اذا مرق على كتافها التلج، هيك الاولاد ما ممكن انهم يفرحوا، انهم يضحكوا، انهم يرقصوا على نغمات العيد، ولا ممكن انه يسوع يدق الجرس ويقول انا بلشت اخلق، انا هلا عم بغمر الدنيا بقلب الطفل، الا وقت اللي بنقدم للطفل هدية. أنا بدي عيد الطفل بكل العالم وخاصة الطفل اللبناني، والأطفال بحاجة ليحسوا بفرحة العيد. بتمنى يكون بكرة أحسن من امبارح، وبتمنى كل أحلامهم تتحقق. وجوانو ولا لكم كلكم. Merry Christmas and Happy New Year. ونتمنى لكم سنة سعيدة وسنة خير ومحبة، أن يعم السلام على لبنان. أطفالنا نحن اليوم عم بيعيشوا ظروف مأساوية، كأن أطفال عم تموت من البرد، أطفال عم تموت من الجوع. نحن بنفس الوقت عنا رسالة نوصلها، أنه أطفال لبنان هني بدهم يعيشوا بسلام، بدهم يعيشوا بلبنان وطن المحبة والتعايش. It's Christmas Eve, babe. In the drunk tank. بدي أقول لكل الصغار أنه نحن دايماً منفكر فيكم، أنتوا دايماً موجودين بقلوبنا. ينعاد عليكم وإن شاء الله بتضل الفرح موجودة على وجوهكم. حبكم. ميلاد مجيد لكم، ونحن اللي عم نعمله شيء كتير قليل، بس إن شاء الله ترسم بسمة كتير صغيرة ببلد البسمة فيها قلت كتير. ينعاد عليكم. كل سنة بالأيوم نعمل هيدا الفاندريزينج ومنجمع في مصاري تنساعد العيال المحتاجة. هالسنة طلعنا تقريبا 15,000 دولار كرمال سان جود كانسر سنتر، وطلعنا 5,000 دولار تنطلع فيها نشتري فيها أكل وتياب، يلي هي قسم منها جبناها اليوم على شجرة LBCI بالبيروت سوق تنساهم معهم بهالمشروع اللي كتير حلو. I can see a better time. Wish you were here, me or... أكيد أنا مبسوط كتير إني شارك، وإن شاء الله يا رب إنه نقدر نعمل أكثر من هيك. نحنا لو بيطلع بإيدنا نعمل أكثر أكيد كنا بنعمل أكثر.
خصوصا بهذه الاوضاع وبهذه الايام عم نشوف كيف النازحين السوريين واطفالهم عم يعيشوا البرد وعم يعيشوا هيدي المصاعب. كل عام وانتم بخير، ميلاد مجيد وعام سعيد، وان شاء الله يا رب الايام اللي جايه تحمل للطفوله ولاطفال لبنان واطفال العرب واطفال العالم سنوات من الطمأنينه والامان والراحه والصحه والسلام. أشكر باسم معالي وزير العمل LBCI أولاً على دعوتهم إلنا للمشاركة بهذه المناسبة العظيمة. أتمنى باسم معالي لكل الأطفال الموجودين بلبنان والأطفال اللبنانية أنه يعيدوا بالأمان وبسلام وبمحبة، على أمل يكون عندهم مستقبل واعد وزاهر. أنا كتير مبسوطة أني موجودة اليوم هون وفكرنا بالولاد الصغار ووزعنا لهم هدايا، وما في أحلى من أنه الناس تفكر ببعضها بالعيد وتساعد بعضها. بدي أتمنى لهم عيد سعيد، وإن شاء الله كلنا منضل عايشين هيك بمحبة وبسعادة. خلص نهارنا، يعني إذا بقلكم ما عبالي يخلص صدقوني، لأنه فعلاً من أحلى الأيام يلي عشتها، شعور لا يوصف. يعني الصبح يمكن عطيت رأيي، وبس هلأ قد ما أحكي قد ما أقول الصورة هي أكتر بتعبي.